عليكم الغزالات ديالي متتبعات ومتتبعين شانيل فاسية. مرحبا بكم معايا والف مرحبا اللي اول مره غادي يدخل على هذه القناه. نتوما على قناه شانيل فاسية، مرحبا بكم والف مرحبا معايا. كنتمنى تشوفوا لي فيديو ديالي ولا عجبوكم، حاولوا انكم ديروا ابوني وتنضموا للعائله وتدقوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل ما هو جديد. قبل ما نبدا الفيديو ديالي ده هذا النهار، كنبغي نقول باننا الحمد لله مدينه فاس وصلت هذا النهار. انا غادي نعطيكم الفيديو حتى الغدا، ولكن هذا النهار اليوم الثلاث، كنظن انه الثلاث ايام حتى النهار يرجعوا كيتغلطوا لي بالكلاس في الدار. هاد النهار الثلاث وصلنا صفر حاله بمدينه فاس. كنتمناها لجميع المدن المغربيه ان شاء الله وجميع بلدان العالم باش ان شاء الله تبعد علينا هاد كورونا ويبعد علينا هاد المرض وعمرو يزور بلادنا وعمرو يزور الدنيا ديالنا يا ربي. الحمد لله حنا فرحانين مدينه فاس وصلت لصفر حاله، فرحانين بزاف. كنتمناها تبقى مستقره في صفر ان شاء الله وما تكون حتى شي حاله في الايام المقبله ان شاء الله. لا فيديو ديال هذا النهار كما وعدتكم به ايا ما نسيتكم، جيت بالفيديو ديال المسابقه الجيف واي ديالي انا وياكم اللي غيكون على شكل، انا دابا غادي نقول لكم الطريقه كيفاش، لان في هذا لا فيديو فين يكون ان شاء الله السحب. بالنسبه للطريقه ديالكم نتوما شنو غادي ديروا، اتكتبوا في لي كومونتير الاسم والنسب ديالكم، ولكن ضروري انكم تبارطاجيوه مع الناس ديالكم والعائله والمعارف ديالكم ولي جروب. ما نخافش عليكم تبارك الله، عارفاكم عيالات وقادات مراوات وقادات، وعارفاكم تبارك الله رجال وقادين بها. اكيد غادي تبارطاجيو لاشين ديالي وسورتو هاد الفيديو هذا باش يشوفوا عدد كبير من الناس، وما حد داك الناس كيشوفوا وما كيكتبوا من طرف الفلان فلاني بسمية والكنية عافاكم، واخا تكونوا ماشي من مدينة فاس، من جميع مدن مغربية، أي مدينة غادي توصلوا إن شاء الله بالجائزة ديالكم. ماشي ضروري كما وعدتكم في الفيديو اللي قبل، ماشي ضروري تكونوا في مدينة فاس. بالنسبة للشروط ديالي اللي عندي معاكم، هي انكم في لي كومونتير تكونوا ديجا ابوني عندي ودق الجرس، يعني ديجا مابونيين عندي، اديروا في لي كومونتير السميه والكنيه ديالكم. اوني داكور، متفاهمين حتى دابا؟ متفاهمين باش ان شاء الله فاش غادي نسحب ويطلع منكم الرابحه او الرابح غادي تعطوني لا كارت ناسيونال ديالكم، ضروري باش نشوف الاسم والنسب ديالكم. ولكن ماشي باش تكون الحدود اوفر وباش لابليكاسيون تطلع الاسم ديالكم نتوما اللي غادي تبارطاجيو القناه ديالي بزاف، نفسر لكم خاصكم نتوما ضروري ديروا بارطاجي مع لا فامي ديالكم، مع لي غروب كيف قلت لكم، ومع الناس ديالكم، وطلبهم انهم يديروا من طرف نتوما، من طرف الفلان الفلاني فلان فلانيه. اوكي، ولكن هنا ماشي اول مره غتكون هذه المسابقه واخر مره، لا، هذه بصح اول مره هذه المسابقه غادي نعطيها لكم، ولكن ملي غادي نشوف بان بيناتنا تواصل ونجحت القضيه وعجباتني انا وعجباتكم نتوما وغاديين في المستوى اللي باغا انا ومتمنيه، هو انا شنو متمنيه ان لاشين ديالي تبان لكم وتطلع وتشوفوا. علاش؟ لان غيكونوا فيها مفاجات عديده، مفاجات كثيره، وغيكونوا فيها حوايج اللي غنبارطاجي معكم اللي زوينين ومفيدين. الوغ بغيتكم كاملين تكونوا كتعرفوا هذه القناه وتطلع الناس وحد اخرين. متفاهمين الشروط؟ انكم في لي كومونتير ديروا الاسم والنسب ديالكم، ما تكومونتوش كثر من مره لان لابليكاسيون غتفلتري، ما تكتبوش انا فلان فلانيه انا فلان فلانيه، زعما تبقاو تعاودوا لي كومونتير بزاف، لا، حدكم نوبه وحده. ولكن شنو اللي يعاونكم انكم تطلعوا في السحب دغيا وانكم تفوزوا؟ رانا ندير السحب بلابليكاسيون وعلى يديا، واخا ندير نهار باش نشوف الرابح ويكون داكشي تكون كي كنقولوا تكون مسابقه نزيهه، لان حتى العائله ديالي غادي تشارك معكم، ولكن انا ما غاديش نرشكم بحال اللي كيديروا يوتيوبرز وحدا اخرين ونطلع على فامي ديالي ولا هذا، لا، غيكون حداكم داكشي قبلت عينيكم، تقدروا حتى نتوما من خلالكم نتوما فاش ندير السحب ونوريكم كيفاش درت ديروها نتوما وتعرفوا بان فوالا هذاك الرابح راه بصح راه رابح. اوني داكوغ، الوغ ما تغشوش وديروا ابوني وديروا دقوا الجرس، لان كاينه واحد الحاجه سميتها ستوديو يوتيوب وشي حاجه سميتها اناليتيك.
الو غنعرف انا كلشي، ملي غش، ملي قال الحقيقه، ملي دار ابوني، ملي ما دارهاش، ملي دارها، ملي مسحبها، اللي تفرج لا فيديو، اللي ما تفرجوش. الشرط راه خصكم تفرجوا في هاد لا فيديو كامل، عاد ديروا ابوني وطقوا الجرس اللي مازال ما ابونيش باش اليوتيوب ما يحيدها لكمش، لانكم لو دخلتوا غير ثانيه او دقيقه او جوج دقائق اليوتيوب يحيد لكم ابوني ديالكم، وحتى لو كومونتير ما يطلعليش، يطلع في سبام، دونك ما غيطلعليش لو كومونتير وما يكونش في السحب. نعاود نكرر باش ما نكونش دوختكم. المسابقه هو انكم تكتبوا الاسم والنسب ديالكم، يعني انا فاش نجي بريفي معاكم، فاش تطلع ان شاء الله سميتكم، اتعطوني فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال ديالكم. حتى لهنا متفاهمين؟ غادي تبارطاجيوه ضروري، هذا هو الشرط، هو انكم تبارطاجيوها. داكشي نتوما تعرفوا كيفاش تبارطاجيوها مع لا فامي ديالكم، مع لي غروب، وغطلبوا منهم انهم يكتبوا الطرف الفلان فلاني. الو غيجي لكم لي كومونتير اللي من موراك، ملي بارطاجيتي معاهم انت او انت، كاتبين من الطرف فلان فلانيه، ولكن حتى داك الناس راه عندهم حظوظ النوبه الجايه ان شاء الله انهم يربحوا، يعني القناه تفيدهم وتكون مفيده لهم، ما غيخسروا حتى شي حاجه، بالعكس غادي نربحهم وغادي يكونوا من الرابحين في المستقبل ان شاء الله. كنتمنى انكم تربحوا كاملين وتكون الحظوظ وفيره لكم. هاد النوبه غادي يكون السحب لشخص واحد، يعني تكون معايا رابحه وحده او رابح واحد. شنو غادي تربحوا؟ اللي ما فرجش في لا فيديو اللي قبل، غتربحوا جلابه من الطراز الرافع، نتوما كتعرفوا الجلابه الفاسيه على حقها وطريقها، اي سورتو لا كانت من عند نكافه رحمه الخليفي، يعني بلا ما نهضر انا كلشي راه تبارك الله باين عندكم في الفيديو، كلشي باين حدا عينيكم، ما عنديش انا علاش نهضر معكم بزاف ونطول عليكم لا فيديو اكثر. حتى لهنا متفاهمين؟ هادو هما شروط المسابقه. الاستفاده اللي انا باغيه نقولها لكم فاس، حيت انا وياكم سنهضروا فاس فاس، انا في الكاميرا كنهضر معكم بحال اللي جالسين حدايا. الهدف ديالي هو انا قناتي تطلع وتبان الناس واحد اخرين يعرفوها، لان غادي ندير دي جيفوي مع ناس معروفين اللي غادي يربحوكم حويجات زوينين بلا حتى شروط خايبه او شروط اللي نتوما ما مستعدينلاش او هاد المشكل اللي واقع دابا لي جيفوي. لا، الشروط هكا غادي تكون عاديه، السحب يكون حداكم، اللي طلع فائز يكون حداكم، والنوبه الجايه ان شاء الله الا نجحت القضيه، النوبه الجايه واللي موراها واللي موراها واللي موراها تكون ان شاء الله اكثر من جلابه، يعني جوج، النوبه اللي موراها ثلاثه، النوبات اللي اخرين ما غاديش نقولها لكم لانهم تكون مفاجات كبيره وعديده. كنتمنى نفرحكم كاملين، الله يفرحكم كاملين واحد بواحد، تكون مفاجات عديده. حاولوا تابوناو في لاشين وتبعوني، راه ان شاء الله تكون استفاده كبيره والربح يكون كبير ان شاء الله. وجهكم ربح ليا انا قبل ما نربحكم الجلابه، راه وجهكم ومتابعتكم ليا ربح ليا انا بعدا، انا ديجا رابحه دابا، انا كنحس براسي رابحه. نتوما اللي عاد خصكم ديروا الحظوظ ديالكم ويكون الله في جنبكم باش ان شاء الله يكون تكونوا رابحين. اكيد الناس كيقولوا لي شيماء ما عندناش الزهر، كدوزو بريفي كتضحكوا لي كتقولوا لي ما عندناش الزهر، انت الا كدوزي ما عندكش الزهر، الاخر تيدوز ما عندوش الزهر، انا ما عنديش الزهر، ما يمكنش لابليكاسيون اللي هذا طلع لك هاد الناس ما عندهمش الزهر وحتى انت منهم نيت صافي بعدو مني. لا، ضروري غيطلع واحد، تقدر تكون انت او انت، دير اللي عليك، دير النيه، قول بسم الله، دير ابوني ودق الجرس، كنتي دايرها ديجا مرحبا بكم، بارطاجيوها مع لا فامي ديالكم ومع الناس ديالكم، وطلبوا منهم انهم يكتبوا من طرف سميتكم. واخا وهما ان شاء الله عاوتاني منين تسالى هذه المسابقه هذه وهادشي الاخرى الجايه ان شاء الله غادي يكون الحظوظ ديالهم حتى هما كثيره ويقدروا يكونوا من الرابحين، يعني نتوما تستافدوا وهما يستافدوا، ماشي هما يكونوا هي غادي يديروا ابوني وهادو ما يستافدوا حتى حاجه، لا كلشي غيكون مستافد ان شاء الله. الجائزه انا قلت لكم بانها تكون جلابه من الطراز الرافي ان شاء الله، ولكن غنطلب من اللي غيربحها ان شاء الله ولا من اللي غادي تربحها يدير معايا فيديو هو كيستلم الجلابه ديالو، ضروري بنت اولد، ما غاديش تبانوا بحال انا وكانا مولات القناه ما كنبانش، ما عنديش مشكل انكم تبانوا او ما تبانوش، داكشي اختيار ديالكم، ولكن اللي كيهمني هو ان المتتبعين ديالي يعرفوكم بانكم ربحتوا داك الجلابه باش يثقوا فيا ويثقوا في داكشي اللي كنقول، يعني خص تكون الثقه متبادله بيناتنا وخاصهم يزيدوا يثقوا فيا، سي نورمال ما كيعرفونيش مزيان، ما كيعرفونيش
بطريقة مباشرة، كتعرفوني بطريقة غير مباشرة، قليل منكم اللي تعرفني بطريقة مباشرة، يعني خاصني نخليكم تثقوا فيا. الوغ اللي غادي يربح مرأة او راجل غادي يدير فيديو بانه ربح داك الجلابة. كنتي مدينة واحدة اخرى غير فاس، ادير فيديو ما غاديش تبينوا وجهكم اكيد، وبغيتو تبينوا انتم حرين. كنتم مدينة فاس وجيتوا للمحل مرحبا بكم، اكيد ديروا فيديو بانكم خديتوا الجلابة فلان فلانية، بحال بغيتو تبانوا بحال ما بغيتوش تبانوا في الفيديو، ما عنديش مشكل. ايه صافي، هادشي اللي عندي ما نقول لكم. كنتمنى انكم تكونوا تبعتوا لا فيديو من الاول حتى التالي وفهمتوني، واكيد اللي ما فهمش شي حاجه يسول في لي كومونتير، انا مستعده نجاوبكم واحد بواحد. اللي ما كنجاوبوش يسمح لي عفاكم في الفيسبوك والانستغرام، شويه القضيه رجعت عندي شويه، الناس كيسولوا كيبحثوا هذا، ما تنقدش نجاوب كل شيء سمحوا لي عافاكم، ولكن راه تندير جهدي الكبير باش انني نجاوب كل واحد فيكم، ولكن في لي كومونتير كونوا مأكدين بانني كنجاوب كل واحد بوحدو ملي كيكون عندي الوقت. كنتمنى ان تكون المسابقه واضحه، المسابقه زوينه وعجباتكم. ديروا النيه في الله، قولوا بسم الله، ديروا سميتكم في الكومونتير وبارطاجيوها مع ناسكم يكتبوا سميتكم، وما يكون غير الخير ان شاء الله. واخا ما يكتب لكم ان شاء الله شي واحد فيكم يربح هذه النوبه، اكيد يربح النوبه الجايه ولا النوبه اللي موراها، لان انا ما نحبش هنايا، بالعكس جاي المفاجات لي كثيره وعديده وبزاف، لاول يوتيوبرز يمكن مغربيه غادي ديرها معكم. هذا ما كان، كنتمنى ما نكونش طولت عليكم لا فيديو بزاف، سمحوا لي لا طولتو، انا هي باش شرحت لكم مزيان باش نكونوا واضحين مع بعضياتنا، ما يكونش بيناتنا ديكالاج ديال الهضره او شي سوء تفاهم، نكونوا واضحين في الهضره ديالنا وواضحين في المسابقه في الشروط ديالها. بالنسبه للمسابقه تستمر ان شاء الله لمده 10 ايام، انا عطيتكم الفرصه فين تبارطاجيوها وفين تبينوها، انا عارفاكم عيالات وقادات ورجال وقادين تبارك الله، وقادين انكم تطلعوا هاد لاشين، وتقدر تكون بسميتكم كاع، تكون من طرف شتي لازم تسد هي واحد انشرح لكم. نتا بارطاجيتيها مع 10 الناس، كتبوا من طرف فلان فلاني، جا واحد اخر بارطاجا 11، يعني فاتك بواحد، اي طلع داك الواحد، فهمتوني؟ يعني خصكم تبارطاجيوها باقصى ما يمكن عندكم بالناس اللي كتعرفوا كاملين، باش تكون الحدود ديالكم وفيره وتكونوا مرتاحين هاد 10 ايام. انا عطيتكم مده 10 ايام باش ان شاء الله بشويه عليكم وتكونوا مرتاحين، تبارطاجيوها فين ما بغيتوا وتزيد الحدود ديالكم اكثر. ما نطولش اكثر من هكا، كنتمنى انني نكون وضحت شروط المسابقه، كنتمنى تكون عجبتكم وفهمتوني وقدرت نوصل لكم الهضرة ديالي. لهلا خدتكم عليا، شكرا بزاف، شكرا للتتبع ديالكم معايا، شكرا لكم واحد بواحد. كنتمنى لكم ان شاء الله امسيه سعيده، اللي شاف لا فيديو في الليل اللي شافوه في الصباح كنقول لكم صباح النور وصباح الخير، كنتمنى يدوز لكم نهاركم على خير وبخير. ولهلا خدتكم عليا مره واحده اخرى، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، اكيد يكونوا فيديوهات واحد اخرين غير فيديو ديال السحب، فيديو ديال السحب غيكون دابا 10 ايام ان شاء الله، نتلاقاو بسم الله على بركه الله، واحد جوج ثلاثه تقدروا تبداو المسابقه ديالكم.